انا اعتقد انه من ساهم في ان يكون المعيوب في هذه النجوميه التعاقد مع العويس، ان يكون لديك منافس شرس على الدكه يخليك تشتغل في التمرين صح، يخليك مركز صح، يخليك تحافظ على نفسك بشكل رائع. صدق حبيب الله جلس المعيوف، جلس العويس. صحيح المعيوف جلس العويس، يعني ولا حتى يعني ولا حتى في مباراه واحده تشوف المعيوف تقول يا اخي خلنا نجرب العويس، ولا الهوى يعني. بالضبط، وهذه هي قيمه الحارس اللي عنده. احيانا في حراس عنده امكانيات عاليه لكن يحتاج الحافز، الحافز احيانا يكون مدرب، احيانا يكون منافس معاه في المركز، ونوعيه المعيوف تحتاج اللي ينافسه دائما يستفزه ويطلع اللي داخله. وعشان كذا عبد الله ما شاء الله قاعدين نشوفه من مباراه الى اخرى، تونا بدايه الموسم نستذكر امكانياته والقيمه اللي قدمها مع نهايه الموسم على مستوى عالي جدا، 3 كلين شيت، رغم انه عدم وجود ياسر وعدم وجود المحترف الكوري اللي في انه الهلال عنده 3 كلين شيت. تكلمنا المباراه اللي فاتت عن الدكه وكيف الدكه فيها سلمان وفيها عطيف وفيها مجموعه كبيره، شوف اليوم السيناريو، سلمان يبدا وعوده حميده من سلمان يقالوا يكون في الدكه، انت كيف تدور وكيف تحسن التوقيت في التدوير وكيف تجهز لعيبتك. خلاص الان انت امام الامر الواقع، صار دياز، فهو الان عمليه انه هو خليني اقول لك يتعامل مع المجموعه اللي عنده صارت غصب مو بطيب، فبالتالي هو حيطلع اعلى ما عندهم، لانه خلاص عارف انت لا فتره التسجيل هذه ولا الجايه عندك احد تبي تطلعه.